يعني؟ المتاح في ويب سايت وموبايل ابلكيشن متاحين، واشتغلنا عليهم السنه ونص اللي فاتت ان احنا هناخد فيدباك من العملاء اللي بتخش على المنصه، ان كان الويب سايت او الموبايل ابلكيشن، عشان نطورها اكتر. في ان شاء الله في خلال 10 ايام في ريليسز جديده طالعه بفيتشرز جديده، تابعنا الناس بتعمل ايه وبتعطل فين وبيقفوا في انهي صفحه قد ايه وكده، عشان نقدر نسهل لهم الموضوع ده، وعدلنا الكلام ده كله. وعملنا شويه فيتشرز عشان البنات والولاد اللي مش فاهمين قوي مثلا في العربيات او كده. واجهنا شويه حاجات مع الشغل، زي مثلا ان انا في بنت عايزه تشتري كاوتش لعربيتها، فكانت معضله كبيره قوي ان انا طب مقاس الكاوتش ايه، طب ان احنا نعرف منها معلومات. فابتدينا ندخل حلول تكنولوجيه اكتر، وده من خلال الشريك الثالث اللي هو حيدر، وهو شريك التكنولوجي، هو اللي بينفذ لنا الاحلام دي. احنا ثلاثه بالظبط، كل واحد فيكم بقى ماسك لاين كده مركز فيه، كل واحد لاين، حد قطع غيار والتكنيكال قطع غيار واستيرادها وهنجيبها منين وكمياتها وكده، وانا الاداره والاوبريشنز وكوميرشلي، وبحلم شويه وحيدر يحقق احلامي الصراحه. هو خلاص هي انا والعملاء بنشوف احنا محتاجين ايه هو ايه. طيب هايل، طيب هايل جدا. ايه الخدمات التانيه اللي ممكن تكونوا بتقدموها على المنصه او الموبايل ابلكيشن يا عمر؟ احنا دلوقتي النهارده في زي ما قلت لحضرتك الناس مش عارفه اصلا ايه اللي بايظ في العربيه، او مش عارف طب انا اشتريت غير بقى اهم فيها ايه. فمن خلال شريك الصيانه بيقدر ان هو يركب قطع غياره في اي حته تحت بيته تحت مكتبه، يعني مش مركز خدمه، هيروح للخدمه بتقدم له في مكانه، او بنكشف له اصلا العربيه لو هو مش عارف فيها ايه. وفي ضمان بقى عمر للقطع الغيار ده؟ اكيد، لان ده الاساس اصلا، ان انا عايز ادي قطع غيار مضمونه، لان هي دي مشكله حقيقيه. مظبوط. طبعا في ضمان على قطع غيار كل حاجه بحسب نوعها وحسب ضمانها. طبعا بندي ضمان على قطع غيار. طيب ازاي وصلتوا للناس وعرفتوهم الفكره بتاعتكم؟ وبرضو عايز اعرف الفيدباك منهم بقى، يعني كان ايه؟ بصي، الاول الصراحه اول ما ابتدينا احنا كنا قاعدين في صحراء الاول، كنا لوحدنا، وبعدين ابتدينا على اصحابنا وقرايبنا والناس اللي حوالينا وكده، الدايره الصغيره. الدايره الصغيره بالظبط. بعدين الناس دي ابتدت تقول الناس تعرفها، ابتدينا نطلع اونلاين، بقى لينا حضور اونلاين. الفكره الناس قلت منها في الاول، وبعدين اول ما ابتدوا يجربوها هي التجربه الاولانيه، بعد كده خلاص الناس الحمد لله اغلب العملاء اللي جربت الفكره بقى خلاص بالنسبه لها مستحيل يرجع تاني يروح يقضي يوم كامل في مركز خدمه وكده، وكل حاجه ممكن تعمل في مكانه.